أظن أنكم جميعا يا سادة قريش قد أسرتم من وراء قوافل التجارة، وأظن أنه قد بلغكم أن هناك لص قاطع طريق يدعى الأشرم البطار، ينهب القوافل ويقتل الرجال ويسبي النساء والأطفال، وهذا يضر بمصالحنا جميعا. أنا على استعداد أن أدفع نصف ما أملك، لا بل ربع ما أملك، كي نتخلص من هذا الأشرم. وأنا من الآن سوف أنظم الشعر في ذلك الأشرم وسأهجوه حتى يرجع عما هو فيه. الأشرم لن يرجع عما هو فيه ولو هجوته 100 عام. أجل، إنه قاتل عربيد. واللات والعزة، ليس لنا سبيل إلا الدعاء والكرابين. ما تقوله يصلح للجوار والعبيد. ليتني كنت رجلاً حتى أذهب إليه بنفسي. إنه بشع، ليس في قلبه رحمة. وما الحل يا ترى؟ لا يوجد حل إلا أن نقتله. إنه يحتمي برجاله. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل رجاله. كلا البتة، إنهم مجرمون ولا قلوب لديهم، وليس لنا أن نخاطر بأرواحنا وأرواح أبنائنا من أجل معركة خاسرة. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل أنفسنا ونستريح. ولما لا نبحث عن طريق آخر للقوافل؟ جواسيسه سينقلون إليه خط السير الجديد وسيعود لنا بالقوافل. إذن لا يوجد حل. نعم لا يوجد حل. تبا لا يوجد حل. أنا لدي الحل. إذن يوجد حل. تكلمي يا كليبة، ماذا لديك؟ نرسل له عبدا من العبيد الأقوياء المشهود لهم من الجميع، فإذا قتل الأشرم كفانا شره، وإذا مات فهو عبد لا قيمة له ولن نخسر شيئا. ونعم الرأي يا مولاتي. وهل يجيد العبيد القتال؟ في الآونة الأخيرة ذاع صيت ذلك العبد لدى بني زرزور. ما اسمه؟ أتقصدين الليمبي؟ الليمبي، يقولون إنه مقاتل ماهر. لقد سمعت عنه الكثير وأوافق على رأيك يا كليبة. الحل هو الليمبي. الرأي رأيك يا كليبة. إذن لا يوجد حل إلا الليمبي. يا رجال، فلنشرب نغب هذا الحل السديد. ألعق بك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء، خسر هند وخسر الكنز وخسر مهابته بين الناس وفضيحتاه. صهن يا امرأة، صهن. واللات والعزة لن أترك ثأري أبدا. تظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا بيني وبين هذا الليمبي ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند حشاشة القلب وسيعرف سر الكنز. منذ أن نزل المدينة وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل الليمبي. لا، لن أقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مخرفيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن
كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلاً بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم وسأقنعهم بأن هريزة لم يقضي لهم ديونهم، وسينفق بذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. أيحك يا لمبي، فزت بالكنز أبو عرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون، يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم، ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. بص حجل هيتحل تحت رجليه. ابو منى، على دماغ ابو منى اللي انت بتعمله ده، انا شايف وبصاص. يعني نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منى، وسعيد هتتفرج على الدبايح. يا رجاله منورين. مرحبا مرحبا، الله يخليك الله يخليك. يا حاجه هريسه، ايه لما شفنا نقطه نازله ولا اي حاجه؟ الفرح الناشب ده. إني أعقد عليك، لكنني أهنئك وأتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك، وأن تموت قبل أن تهنأ بها. إنني أريد أن أقتلك، نعم أريد أن أقتلك، لكن عيني هند تمنعني، عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون، انا مش بص مش هطول معاك عشان انت شكلك سكران، انما انا ممكن اقوم اعلم عليكم بمنتهى البساطه وكده يبقى مات الكلام، انما انا بكره الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي هطول حته جبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحيطه. والان مع نزال السيوف احتفالا بعرس الليمبي. ما كنت
خلص الناس دي ده شطنين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه ولا السيوف دي؟ اتعرف في كبده مصق مصق. قتله نهار اسود نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وافراحنا يا لمبي، ويجب ان يكون هناك قتلة. قتلة؟ نعم قتلة، هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده، اقطعي علاقتك بيها. مالا زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا و20 امرأة ونعجتان. نعجتان و50 عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده، فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي، ننقط. انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والوجبات دي، يضيف فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيله الجمال. بخن بخن. مباركا يا لمبي. مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان، ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين يا عم ابو ذهب. يا قوم يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم؟ لان انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له دروه عشان يخش فيها؟ انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا لمبي الى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج، انا هنفتح مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش اني مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض، ها؟ وابقى عريس اللي يبقى عريس. اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس. للمأسى هند عروس. انت تسأل ان انت تبقى عروسة، ان من صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت اوي انه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس اوجب وامشي. كنت اخش كده ابص على العريس والعروشة والمعدن في قلب الكوسة واحد عليهم، كنت اقول انت انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسة زيهم. بس يعني جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلميني انت بقى عن كده جوه نفسية يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة ايه؟ أنا بقول لك أنت جوه يعني خرج اللي جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعبعي يعني أنت بعبعي. ماذا تريدين أن تبعبعي؟ أجل إحساس الآن وأمس. أجل هو إحساس الآن وأمس. يا لمبي. أيوه هو ده الشوق. لقد كنت فتاة بلا قلب، بلا مشاعر، بلا حنين، وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. يا لمبي. يا ما انا قلبت امسيه دينيه كده ليه؟ يا ستي ده انا لو عم تحن عربي مش عايز اسمع الكلام باللغه العربيه ده كله.
أنا أريد أن أنا أتزوجك، ألعب معك عريس وعروسة. آه فهمتك، ولكن هناك شروط. أنا فاهمة دي، كنت بيحب أو دلة النور والمشاعل دي، النور ما مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ آه المشعل، أقصد المشعل، وبعد المشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن، خلاص اللي جابوا أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة. يا ست إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا 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 استغفر الله العظيم يا رب. تمام انت اللي ملاحظ الليله، انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم. امك كمان معانا في الليله اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصه الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. أيوة. وتشاهد ما نفعله وكيف نصنع طفلنا. أيوة. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء؟ نعم. أنا أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها عيطي عيطي. وأمها أيوة عيطي كده ويسمعني في راجل جوه. اي حاجه نداري بيها عارنا اللي احنا فيه. يا بنت اهدي، يا بنت اهدي اهدي. انا هقول لك على حاجه. بص يا بنت، يجب ان انت تهب عليا وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل، فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خير في سلامه. انا عدتني من سلامك يا بنت. ادي امشي بقى. واه يا بنت عرف انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي، هو ده اللي هقضي الليله معاه. والان اغمض عينيك يا لمبي. تعال. انا حاسس ان انت محضر لي مفاجاه بقى، وهتروح كشف لي على الكون. والان ايوه افتح عيني، اقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول؟ وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عده بضائع متفرقه. بلى بلى، اقدم لك هريسة صنم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل، أما هذه الأصنام الصغيرة. أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها. أيوة. وإن جعت فأكلها. ثم تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. أجل أجل. شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحك. أجل أجل. أيوة. وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحك في هذا؟ الضحك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي، يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو، ألم تقل لي في البارحة، امبارح في البارحة، أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب في الذنوب، وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة.
تاني يا لمبي، وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة؟ لا يا عم، ده ايه ده كبير فيه مغده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل أجل، فهم، مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي، أيوة، إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي، لماذا لي انا؟ يا ويحكم انتم. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر احذر، ألم أحذر؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ أنا بلعب معاك، ده عم الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنظ. انت ما تعرفش، انا مش هاجي غير على الكبير لهبه اللي فيهم ده. اهو يا عم، احذر يا لبي، احذر يا رب الناس، احذر. انني اتبرأ منه. يا قوم تعالوا وانظروا، ارايتم انه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو أوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. إيه يا جدعان، في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم مالك؟ مالكوا يا الكفار الملاذيع؟ إنه يصفنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عارف، عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم إيدك. عمو. الشاهد طيب. الشاهد لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. الشاهد أشهد الله أكبر. أشهد لا إله إلا الله. جدي. أما أنت فلترحل غدا. لا، فلترحل اليوم. لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي حنفي، فيش كلمة خالص يعني. حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كيادة كده وقعدي افرقي بنفسك. مستكيفة انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجالة. بعض ماشي، بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا، مبسوط يا عمو؟ يا قوم هريسة ابن أبي المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة. فليذهب إلى الجحيم، لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة، وننقض عليه ونقتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز.
ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه، ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء، وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني، عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. خدمتك كليبة، هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني؟ كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر. ثم أنا كبيرهم، ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 يا رجال، هيا إلى بيت بني هريسة. هيا هيا هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. ايه عمو الله، كانت فين القبيله دي كلها لما حدفتونا عند باشرم هناك؟ ككبش في ده يعني، ايه فاكرني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ اماكن لممارسه المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي ده؟ انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا، كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت باشرم ده، وادي الخاتم بتاعه دليل ان انا قتلته؟ مرحى مرحى. الأشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي، طبا لك، ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. يا قوم، هذا هو خاتم الأشرم. أيوة. الذي انتصر عليه الليمبي البطل. أيوة. الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة. وديارنا. اليوم يومك يا الليمبي، رفعت رؤوسنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. وحافظت على ديارنا. أيوة. مرحى 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 بيك ابو منى. ابو منى على دماغي. ربنا يخليك ابو منى حبيبي، والنبي مردود لك في فرح بنتك ان شاء الله. بص بقى، مخدرات وميه هتبقى نازله يعني، عشان كفار كفار يعني. منى على جهنم. ايه يا عمو، ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك، ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 قرف. يلا خلصنا بقى. يا قوم. ايوه يا قوم. ما هو هم قاعدين، ما تخلص. الليمبي لم يعد منذ الان عبدا من العبيد، انه من صلبي وحفيدي. وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم الليمبي بن بني مهروس. عمه عمه. لا لا بقى، قول لي بقى كنز فين عشان عايز اعرف. اخبرني قارئ الطالع. يا عمو، هو كل شويه الراجل ده طالع طالع طالع، ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع. ايوه. انني ساحتضر يوم زفاف ابنة أخيهم
وعليك أن تسارع بطلب يدها. أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ إيه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني طب أنا عايز أتجوزها بعمل إيه؟ يا قوم! سأخدمك. هتخدمني إيه بس؟ سأخدمك. يا قوم! لقد طلب مني الليمبي الآن أيوة. يد هند ابنة أخي، ولكنني لم أرد عليه وسأسأل هند. يا عم لن أرد عليك إيه؟ وأنا بكلمك في النبيض، سيبني أنا أزيع هذه الفكرة. يا كون! يا أيها الكفرة الفجرة! إنني طلبت إيد الإناثة هند وسنتزوجك. صلي إنه يشكل خطراً شديداً على آلهتنا. اسمعي ما ينشده من أغاني. إنه يثير علينا عبيدنا. صبراً يا زيدون، صبراً. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز هريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. ايه وعد يا هن؟ امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك؟ نعم. اسمها بخ. بخن ابن عماه عندنا. يا مرحبا. بخن ابن عماه ايه؟ ده يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع اننا سنتنازل ونخرج سويا. احق ما يقوله اللمبي يا هند؟ نعم يا عماه، لقد دعاني للخروج. شايفة؟ رأيت المياعة في الكلام؟ والله يا عماء سأخذ هنودة ونتنازنة قليلا بالخارج. أيوة، طول الشباب بقى وانت عارف بقى وحركات بقى وشيطان شاطر وانت سيدي الكفرين معارف. حسن، ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا نتأخر، لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في صقر قريش؟ أم تريد خيمة على المحارة؟ أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي به إليك؟ كلا شكرا. قل، لا تنكسف ولا تنخدع. قل ما عندك. ألا تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر؟ لا تريد شيء. عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفلح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة، ولكن لا تتأخر. شفت صوته الراجل ده ينفع مؤذن، خلي بالك. يعني نتكلم عندنا البعض احنا الاثنين. حس ان انت مش فاهمة منفذك بقي. لا افهمك، ولكني سعيدة بكلامك. أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام ما لعنك منه. كنت بكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظة، تتداوب، دعني تتثائب. تتايه؟ تتثائب يا لمبي. نعم.
أغثني أغثني بالله عليك يا أخي. بطلوا بقى ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا يا بي. إنه عبده. عبده؟ ماشي، مشاكلين عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بينا لا تفعل ذلك. واخدة بالك بقى هند، أنت عارف إن أنا كان نفسي أخده كده على كورنيشه. لمبي سخير عم عبده، كان نفسي أخدك بقى على المقطم كده وأفرجك المعادي، ها؟ واخدك على الدائرة اللي تسبب بالليل أنا وأنت. بس واضح إن هنا مفيش خرطة طريق. المحافظ بتاع قبيلة قريش عندكم فشل. أغفر لك. لا، أنا مش نبي ولا إله. يا حرامي يا حرامي. سؤاقة حرامي، ده سر الشعرية بتاعتي. لمبي أكمل حديثك، أحب أسمعك تتكلم. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا ايه، عايز اتكلم معاكي في المستفيد، ماشي؟ عشان يبقى ايه، يبقى خير في سلامه. وقولي لي ايه بقى، قولي لي ايه بقى، ماذا؟ سلامه في خير، وقولي لي خير في سلامه. حسنا، فهمت. كلما تقول شيئا يجب ان ارد عليك بنفس الوزن والقافيه. كلام شميل يعني خير في سلامه وسلامه في خير. حلو قوي. دلوقتي بقى انا رحت لعمه هريسه واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق. بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيل ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيل ولا ايه؟ انها طرفة. ايه طرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعمل ايه؟ كم كنت يا لمبي سعيدة عندما حررتني من ايدي زيدون اللئيم وانقذتني من ان اكون له اما. ونجوت من الاشرم وعدت لنا سليم. ايوه انت هتتجوزيني انا هتتجوز الاشرم. بالطبع يا لمبي. ايوه. او كيف ارفض يا ابن الكرام الطيبين، او كيف ارفض يا ابن الحسن المحسنين، أو كيف أرفض 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 يا بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي. والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى أنا عايز أعرف النظام عندكم إيه بقى، عشان خاطر إيه يبقى في الاتفاق كده اللي بيننا وبين بعضينا، ها؟ يبقى أنا عارف إيه اللي ليا واللي عليكم. خلاص؟ عليك بشراء الخيمة وأنا سأعمرها. ايوه يعني انا هجيب الحطب والميتين وانتوا هتجيبوا المدافن. لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، انا ساعمرها اي انني ساسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترمي؟ طب انا استفدت ايه من رميه الجته دي؟ الناس دعناها بره شطنا. طب انا مال انا لمبي؟ لا افهمك، دعني اكمل حديثي. افضل يا ست كندي يا ست كلام. واريد ان يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تكلكلكي لا تتلكلكلكي، لأنني قد أعطيت عموكي 1000 دينار من أجل تثبيت الخيمة. يعني عايز يجيب لي غاز، ها؟ يبقى طبيعي، أو بومبا، ها؟ يكون في أذن صرف قلب الخيمة كده يعني الدخلة. أتقصد ليلة البناء؟ ليلة إيه؟ البناء. إيه البناء دي؟ الدخلة. ليلة أيوة هي الدخلة دي اسمها الدخلة على طول دي. هذا هم جدا. دي عارفة الدخلة؟ نعم أعرف. روح كنت بتزهق مع شباب كوريج وكده. كل ما أعرفه أيوة أن الزوج والزوجة أيوة يجلسوا وحدهم داخل الخيمة أيوة ويجب عليهم إحضار طفل. عارف الطفل بيجي إزاي؟ لا أعرف. أنا أعرف الطفل بيجي إزاي، ولكني سمعت من بعض النسوة أن الزوج والزوجة يجلسوا وحدهم معا داخل الخيمة أي الخلوة. أيوة. ثم تضع الزوجة أيوة قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده، الريلاكسيشن. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني أيوة وأنجب طفلنا. تنجلب هي الطفل ازاي؟ تنتفخ فيها بطني وانجب طفلنا.
أيوة احنا من ايه يعني؟ انت بتنفخه وتجيب العيل ازاي؟ طعام الزعرب. طعام ايه؟ طعام الزعرب ينفخني وانجب طفلنا. عمي هريسة قال لي ذلك. امه زعرب؟ نعم الزعرب، طعام زعرب ينفخ ويجيب عيل؟ نعم عمي هريسة، امه انجبته هكذا. انجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ ولا تحرجني لمبيه الزعرب. انت مكسوفة من ايه؟ ده احنا بنتكلم في شوية خضار. طب بص بقى، انت مش عمك هريسة جه من زعرب واحد؟ ها؟ امك جابته من زعرب واحد، انا عاجلك في بيت الدخلة معايا الزعربين. لمبيه ايه يا بنت؟ ده انت طلعتي انصر يا هند ان الدنيا تضحك لينا. انصري 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 الى الكرم. نو نوك بالكرم. اتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. ايوه ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. عشان كرم نو معوج. 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 معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بيدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام وبلح، وانا لا بقبل الاصنام ولا بحب البلح. يا لمبيو يا ولدي، انت الان من البيت. ايوه. ولا يجب ان تحضر اشياء معك، فانت مقبل على زواج والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنوده. اصبر اصبر يا ولدي حتى نسأل عنك. يا عمو انت لسه هتسأل؟ ما انت خلاص شفت الدبانه اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الآلهة. آلهة؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبة بخمسة جنيه وبناخد عليه حمار هدية كمان. وما هي الخمسة جنيه؟ عبارة عن درانا واحد. الدران هنا ب 25 جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى بلى، ولكني أصدقك القول يا ولدي. أيوه. إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. أيوه. ولكني أعدك. أيوه. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام، وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، انت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ في مبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة. طب حلو ده. المهم انت في النهاية انت هتجوزني هنودة ولا مش هتجوزاني؟ لقد كنت اضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وانا هتجوزك انت؟ هي اهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، طب سمعونا بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة هي عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج فحيحا. نتزوج ونجلس وحدنا يا عمه. ايون. بقول لك ايه، فهمنا ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليله الدخله. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش كده. ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليله الدخله. ارقصي له يا هند. انتوا كده كده واضح ان انتوا عندكم مفيش تربيه. البنات شاردة كده وصيحات. طب هل بما ان الاخلاق عندكم كده، هل تسمح لي ان اقبلها قدامك؟ خسيت تعلم بي، اتجرؤ ان تقبلها امامي؟ عندما اخرج قبلها كما تريد. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ الدعارة؟ انظر يا نفسك وانت تعرف. هيا بنا، يلا بنا يا بنت، تعالى اوريك الضحيك. تعالى.
ونعم التربية يا ننتي هنودة أعطيني كبلة. لمبي نحن في ورطة. بنتي ورطة إيه وربطة إيه؟ إحنا أعطيني كبلة. ده يا فريد ولا إيه؟ سيد زيتون. يا هريسة. خادمك المطيع. خدام عنده. أعطيني الصوت. ملقون في الزيت والفلفل الحار. جثوث، شفت جثوث. سأظل أضرب. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ أنا كده كده هتضرب فتحسبا يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. لمبي أخذني يا لمبي. أخذني لمبي يا ست، أنا لازق جنبك أهو في الشجرة. بعدين بقى يا جماعة حد كلم لنا مأمور اسم قريش ولا حاجة. أتريد الماء يا لمبي؟ أبو الواجب. وين ابو عمر؟ اسال 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 هذه الفتاه، اسال هذه الفتاه، اسال. يلا سهم يا لمبي. ايوه انا اسال اسال اسال. يا عمي يا عمي يا حبيبي يا عمي، انت عملت سفر بالنخله وسايبنا احنا ليه طيب كده؟ الله اغثني يا لمبي. اغثك انت اللي كنت ممكن تغثينا. ايه يعني ما كان هيطلب قبله قبله وتعدي. عجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يا يعني في اللي هو عايزه. ما قلت لك مش عارف اعمل حاجه، انت هتقعد تندهني من بطنك؟ انا لم اقل شيئا، الاصوات قادمه من بعيد. الاصوات قادمه من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافوا فانتم في حمايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبه ولن ينقذنا منها الا الليمبي. اجل، ولن ينقذنا الا هذا الشاعر العظيم. ايوه انا الشاعر، انا هو بنشعر في قصايد بينا محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حمايه بعوضه. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ ما بقى هسن أنت شوية بقى يا حاج زيتون، وحتى لو حلل وثاقي أنا ما روحت أغرب نفسي أنا وروح أتخني في منطقة غير منطقتي، أروح أتضرب بين الجبلين ليه؟ ما انا واقف هنا اهو بتذل باحترامي. انت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ اجل، فانت خير الرجال. عذابت اني اشعر بالغير عليك يا لمبي. انه النساء ميصات، اعطيني قبلة. لمبي لا يوجد امامك خيار اخر يا زيدون، اما ان تحل وثاقه او سنقاطع تجاراتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. فيما تفكر يا رجل، حل وثاقة. لقد حطك في منزك. إذن قضي الأمر، حل وثاقة. هذا يا جثوث يا جثوث، لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. لو كنت اعترضت لكانوا ربطوني في النخلة التالية. لكنه رجل ضعيف وفقير، أمشي بجانب الجبل. لمبي أغثني يا لمبي. يا بنت وانت هي هتعود تبوديها كل شوية. اللهم أنا جنبك أهو. الآن نريدك أن تذهب للقاء الأشرم بين الجبلين. ونروح أشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي المية ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع لساني عشان اشرب انا والبيت، وهو ما سالش فيا وخد الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب ان تذهب له حيث ينصب في خيخه. يا عم ينفخ في خاده زي ما ينفخ في خاده، وانا يعني يهمني ينفخ في خاده؟ بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذن شروط. سحقا سحقا، اصبح للعبد شروط. الشرط الأول أشرب مية. أسقي يا سيد زيدون. لقد قال لك العفريت أسقي، هذا العفريت الساحر.
هات الماء. لمبي أغثني بس 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 إيه ده جملة منيلة من حفظها. هل من طلبات أخرى؟ أجل أنا عايز أريد أن يعطيكنا أنا وهندودة. موافقون. وأنا جدك يا لمبي. الآن شدي، والأول كنت تمشي بجنب الحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة أوعى تكذب ها؟ حقيقة؟ خلاص، وأريد أن أعطيك الهريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. وأريد الحمار. موافقون. وأريد الدرانير. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط، مزرعة للبط في أغوار الصحراء جوه. وأنا عايز أسألك سؤال يا عم هريسة، وأنت ليه لما بتشوف خلطة اللي جابه أمي يعني بترسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسأل؟ فأنت ليه بقى؟ أنت موجود ولا مشيت؟ ها؟ إيه السحرة دي كلها؟ ها؟ الواحد لو خد له هنا بتاع قيرتين ثلاثة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني هتجيب ملالين. اه والله، واحتمال تتعمل كيمباوند، تعمل فيها كيمباوند. أما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال؟ يا للدار يا قطاع، يا قطاع شمالك أيها الأشوح، شمالك أيها الأشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله أنا كنت أريد أن أنا أذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب إلى هذا المكان الموحش؟ يا حج أرجوك هتوصل إليك. أنا جاي في على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وأرض، فقول لي بقى بالراحة كده عشان خاطر أنت كمان نفس داخل وعالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لأ. قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس أنت قل لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لا بصراحة بان عليك الخربشة والحركات أوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد، طب انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم احياء لانهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله، والله كلك بركه يا حاج، كلك بركه. مش عارف اقول لك ايه، ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوته صغيره آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي أبوس إيدك، أنا أروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تهذي يا رجل وتثرثر؟ يا عم أنا اللي مثرثر؟ ده أنتوا اللي مثرثرين، ده أنتوا مخلصين على الثراثير اللي في الجبل كلها. قول لي أبوس إيدك إذا كنت أنت موجود وكائن حي قدامي، وإذا كان في بني آدم يعني، كيف أذهب هناك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيداً إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قولي أنا أذهب هنيك، أذهب هنيك بين الجبلين، كيفك؟ ما دمت مصر. أيوة، سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. أيوة. ثم تنحرف يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم إلى أعلى، ثم إلى أسفل. يبقى. ثم يمينا، ثم يسارا. ثم إلى أعلى. ثم إلى أسفل، وهناك سوف تجد رجلا
يدلك على المكان. والله لولا ان انت ابويا مرض ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبه يلا جدا. لهجتك غريبه يا رجل. لهجتك غريبه. لهجتك غريبه. حفظك الله. عماه 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 مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبي؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفق سويا الانتقام من اللمبي وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. حفظتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال، من الرمال المتحركة. وألمباه وألمباه قتلوك غدر يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. يا نهار اسود، نحمل ايه؟ الراجل ده، الراجل ده قاعد في اول الخيمه ده بيسوق الخيمه ولا ايه؟ ايه المطوه؟ فين المطوه؟ تخيل تخيل امي في المطوه. ايه لندي، بالرجال في قبيله مستنياك. عشان عليك رحمه. يا خيمه ما جابتش الراجل، وتخيب يا في الراجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده. تعال اعمل حاجه. طول اصر الرجل. اوعى اعمل حاجه. أنت يا رجل؟ ومن أي قبيلة أتيت؟ أنت من يا؟ أنت من كفار الرحاب ولا مدلش عينة؟ اصحى يا! كيف تجرؤ أيها الرجل أن تفعل ما فعلته بالأشرم؟ عشان أفرجك إن الأشرم في الأشرم منه، وأنا جاي النهاردة بوكس، أنا هشرم أمك النهاردة. لن تنجو بفعلتك هذه أبداً. يا بطل صياع يا بقى يا! بطل صياع تعملني فيها بلطجي وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي. جالك اللمبي، اللمبي اللي لا ينزل الايجار ولا تطفى له نار، وامك في العش ولا طار يا انت مجنون؟ انا لا افهم ما تقول. اقول لك انني ابلطج عليك الان، وانت الان عبد لي، ومن حقي ان انا اقبلك من بوعك. لا لا لا، انا لست امراه وهذا كل ما املك. أيوة. ارجوك صدقني. أيوة. سيع ياد عليا ياد سيع. انا بص انا هاخد بعضي ها واجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك، وطبعا دول انت عارفهم، لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها وياكل هو واولاده. هم يا جمل هتفهم؟ لا لا لا، الا كفار قريش، الا كفار قريش، انهم اشرار. ما انت كمان اشر من الشريرين يا. لا لا، انا لست شريرا، ما هي الا سمعه. انا رجل صالح
صالح حسد الزبيبة الأحسن، بس ده أنا عينيا مش عارف أشوف من الزبيبة، واتقوا الله أكبر عليك. هما كلمتين وردي غطاهم، هقولهم لك في ودنك، ممكن تقترب؟ أريد تعال تعال. انتظر لحظة، لحظة واحدة. أبويا! لا تسلمني إلى آل قريش، إنهم أشرار، ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال تعال أرجوك، تعال أنقذني مما أنا فيه. أنا حسيبك بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على اساس ان انا اقول لهم ان انا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل. هات الخاتم. تفضل. تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. واحد اثنين ثلاثة اجري جري. تفضل. يلا. تفضل. يلا. تفضل. انت لسه هنا؟ اجري. انا اجري. سأذهب ولن اعود الى مرض أخرى. المال ياتر والعطشان وطفي نار القربة. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله، الصدر صدر فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه، إنه رجل. ايه يا عمو الله، كنت فين القبيله دي كلها لما حدفتونا عند الاشرم هناك؟ ككبش في ده يعني ايه، فاكرني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ اماكن لممارسه المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي ده؟ انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، وادي الخاتم بتاعه دليل ان انا قتلته. مرحى مرحى الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك ايها الليمبي، تبا لك، ليتني اجد من يخلصني منك. ثق بانك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. ايه يا عم؟ ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا افهمك. غزوه يعني حطوا له السكينه في كلاوي. لا عم، قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المفرق الاخير. حقا
أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزعة الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ أيوة كده حسسني أن أنت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 هيا. لن أترك حملنا في مكانك. أنت بقى أريدو مية؟ هاتي 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 كوباية مية. سأحضر القربة. القربة أنت هتسقي جنة بعود الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم أنت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات؟ ده أنت مسافر دلوقتي يعني. هتقول لي كوبايه؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكنز. اريده اتهني من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعده استودنت. اريده ايوه اريده شربه خمر معتق. شربه الخمر معتق؟ انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو قول لي الكنز فين بقى خليني اخلص ده. ايه يا عم الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 يا بنت العلامة خلاص الكنز العلامة سكر سكر الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذن هيا بنا. هيا بنا أنا. هيا يلا هنودة هيا. السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ ده مكاننا وفاشا إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أشر إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع! لقد اعترف بحقكم وكان أن لكم ذهب وألماس ويقوت ومنخوي. خش خش جوه. هيا يلا نوفين دي بعد وقتي. ديانا ديانا اجري يا بنت اجري بقى. يا إلهي يا إلهي لقد هربوا بالسر وضع الكنز. تبا تبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان. لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. أخرقوا دمروا خربوا. لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. انظر إلي، هل رأيت رجلاً مسرعاً مر من هنا ومعه فتاة شابة؟
ماذا تريدون منه؟ نبحث عن الليمبي. هل تعرف الليمبي؟ الليمبي اسم عجيب عجيب، وماذا تريدون منه؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل، سيسلخ جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذهب، إنه أكثركم وساخة. إنه رجل عبلة، وهكذا زوجته. هيا بنا، هيا بنا نبحث. هيا رجال. أعجبتني؟ أتعرف ما يعجبني فيك؟ دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي، نحن في المطاردة. اجري. حلمني. ماذا نفعل الآن يا لمبي؟ أقول لك على حاجة؟ الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرش. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي 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 تخبي. أنا أشك في هذا الباب، هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي؟ المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ أي مفتاح؟ المفتاح. المفتاح ده هو. لا تزعلي مني يا هند، لا خبيت امك يا زيتون. هو جاب الاخضر كده ليه؟ وايه الليل اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعن يا سيدي، انت مساعن. سلام عليك يا سلام عليك. انت مساعن يا سيدي. نستاهل حنان. مع السلامة عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي. حنيني. احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمة وبتعمل غيره. بقول لك والنبي، احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوطينة، شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد في المريوطينة يا اما في نصر الدين يا اما في زفت اللبن. صح ولا ايه؟ انا نستاهل منك حنان. نستاهل منك حنان. ايه انت يا ابني ده؟ هنا. انت بتكلمني انا؟ انت افندم يا مسياحكو. ايه؟ افندم يا مسياحكو انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقولك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب، يعني اركب ميكروباص منين؟ ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر العين، امشي على طول هتاخد القصر، بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه ما انا بقول لك، انا اروح السيده زينب ازاي؟ من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ انت من حمار. انا على ابن حمار؟ يا جدع ما بلاش اللي انت من حمار. يا جدع انت من حمار وستين حمار والله عذاب بايدي في زرك هطلع لك ولا اخرك بره. ايه يا عم الحاج؟ انا بقول لك اروح السيده زينب ازاي؟ ما انا بقول لك انت من حمار يا تاخد. يا جدع اجري بقى، بلاش غير هو بقى. يوديك يا عم. انت بتطلع علمك عليا ولا ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، اروح ازاي؟ خدي وقعت على طول يا اخي. انا ابو ام اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني، بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محروق الدنيا. محروق الدنيا دي كلها. يا ربنا شايفك بقى، انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا. حبيبي تسلم يا باشا. حبيبي شاكرين قوي. انا مش عارف انت اللي بهرست ويا افندم ويا ايه. مش فاهم انا انت ايه؟ ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي بهرست ويا افندم. يا راجل اجري انت تحت. سلم علي سلم علي ربنا بلي وسلم علي ولي ولي سلم علي. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ يا نهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر، قعدت من جنبي وبيجري.
انت بتنعلمك على ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، اروح ازاي؟ خدني معاك يا اخي. انا ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني، بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محمد ام الدنيا، محمد ام الدنيا يعني في الله. يلا ربنا شايفك بقى، انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا حبيبي. تسلم يا باشا حبيبي، شاكرين قوي. انا مش عارف انت اللي هرست ويا فندم ويا ايه، مش فاهم انا انت ايه؟ ايه ده؟ مش فاهم انت ايه؟ مش هرست ويا فندم. يا راجل اجري من تحت. سنانا طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص، ده طلع اعمى في الاخر، عدى من جنبي وبيجري. في ركبك. ما انا بحزة الطابور اهو يا حضرة العمدي، بس انت اللي محمل علي. وانت يا سلغندور، انت يا اخوي اسلب طولك شوية. ما هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عمدي، ماني واقف اهو صلب عودي زي الشجرة الميتة. اعمل ايه تاني يا ناس؟ اهدى يا ولد، بطل ولولة زي النسوان يا واد عيب، اخرس بقى، هاني عايز مصلحتك. الله، اقف ارفع راسك لفوق، وياك تخاف الموت. طب ما تيجي تقف معانا في الطابور يا عمدي، وارفع راسك لفوق، وتبقى مثل يحتذى به. ايه؟ طب ومين بقى هيراعي نسوانكم وعيالكم؟ ليكوا من هنا غيري، ابوك العمدي. ما هو دي اللي مصبرنا على الموت يا عمدة، دي والله ده مصبرنا على الموت. بس خصمك النبي يا شيخ، وصيتي ليك عيالي، مرتي وعيالي امانه في رقبتك. مش مرتك وعيالك بس يا ولد، في نسوان وعيال البلد كله امانه في رقبتي. هو ده اللي ادرك عليه ربنا يا عمدي؟ يا ابني يا عبيط افهم، الانجليز دول لازم نسبك عليهم الدور، يعزلنينا يعني مسلمين وراضيين، لكن اللي في القلب في القلب، وفي الاول وفي الاخر ده نصيب وحكم القدر. حكم الانجليز واللي بيولسوهم يا عمدي. الله في سماه، لولاكش داخل على موته اني كنت موتتك بايدي وخناقتك. وادي علوان، شوف الزفت الكلب ده. ما تقف عدل يا جدع انت، وخلي عندك نخوه، احترم الدقيقتين اللي فاضلين لك من عمرك. هو حتى كمان الموت بقى فيه مليطه؟ لا 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 يا علوان، لا بالراحه عليه، ده راجل ده
حبيبني وبيننا وبينه عيش ومال. قلبك كبير يا حضرة العمدة وصدرك كله حنية. أعمل إيه يا سخنة؟ ما هم كلهم ولادي. بشراكم بشراكم أهل دنشواي، أحب أبشركم الليلة إنها ليلة هني وفرح وسرور، وعلى الله كده يكون كل واحد فيكم فائح حمومة محترمة ومعتبرة ومتعطر. ليه؟ لأن البياتة اللي لاقي حتكون مع حور العين، دي مكتوبة لكم مع إن أنتوا ما تستحقوهاش. لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في كرم الله الذي ليس له حدود؟ أنتم محاظيظ، أنتم لكم كل الفضل والخير في هذه الليلة. ماذا أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. مساء الخير. والطابور ده بتاع ايه؟ ها؟ والله؟ والله؟ عشان كده بقى. ايوه. ايه استنى عندنا زغاريد بتاعت حريم كده وزيت وسكر. زيت وسكر؟ يا ساتر يا بابا. ما نحبش الخير لبعض ابدا. انتوا ما بينتوا شعب، بصوا انتوا ما تحبوش الخير لبعض ابدا. ولعلمك لو ده طابور انتخابات حتى، ها؟ لا الزيت ولا السكر هيجيب فايده، لا لو بالزيت والسكر كان عبد الهادي الحلواني مسك مصر ومن فرع باب اللوك كمان. يا عم ما تقول ده بتاع ايه الطابور ده؟ ما انت مش هتسيب امك النهارده ما تقول لي. ده طابور ايه ده؟ داخلين نتشنق. ده فيلم جديد؟ خيه وعملوه وحبكوها جامد. يا ايوه. ده الفيلم ده بتاع مين طيب؟ بتاع يوسف جاهين؟ فين؟ انت عبيط يا جدع انت؟ يا اخي يا اخي هنتشنق هنتشنق. الانجليز ولاد الكلب افتكرونا من الصوار، قاموا هيشنقوني. عارف عارف الطابور ده كلاته؟ هيموتوا مشنوقين. يا عيني. وانت معاني؟ لا والله. خمار انت خارجه بره الطابور ليه؟ رجعي الطابور يا خماره يا كلبه. لا لا اصحى بقى، مش الذنب اللي يتقالوا خماره. خمارة ده أدهالك عشان خاطر رواجب الضيافة، إنما الكلبة دي أنا ممكن أرجعك مضابة. المفتاح والباب والخمارة والإنجليز. بس عرفت أنا نزلت فين، بس خلي بالك خلي بالك أنتوا مش هتقعدوا كتير، ها؟ اتعمل عليكم ثلاث أفلام، الذكورية وبين الإسران والمهلبية. لحظة واحدة. امسكتوا الخماره دي لازم تتشنق. يا عم حماره مين بقى؟ اصحى يا عبد الحاج، اصحى للنادى يا فلانة السيادة. انا بص دي بص اوعى ما فيش اوعى يا دي لازم تموت اول واحدة. اصحى للنادى سكوت خش عليها. انا النادى اللي ما بيعرفش الحاجات دي. بصيت اتفرجوا يا رجالة. وعهد الله الراجل ده زعيم ولازم نمشي على خطاه ونعلمه اللي بيعمله كمان. خدوه. Let's go.
الواد ده اكيد مجنون. هو حد يستجري يتطاول على سيادنا الانجليز غير المجانين؟ بس الواد ده انا خايف لا يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عمده طلع زعيم بحق وحقيقي، هاني اقول لك احنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار، والانجليز اكيد مش هيسكتوا، نقف احنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمده الحكيم. امال ايه يا ولد، هو عمدتنا دي اي عمده؟ ده عمده مطرح ما ترش دقلي. وانا هدقلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرب في الدوار. يلا يلا بينا. يلا ولا ولا سيسجل اسمه بحروف من نور في التاريخ. عاش الزعيم، عاش الزعيم، عاش الزعيم. الله يخليكم اخواتي، اخواتي في الفلاحين، اوعوا حد يقول لكم اقفوا طابور تاني، اوعوا حد يقول لكم ان انتوا تسكتوا على حاجه وما تعملوهاش. اوعوا بالعالم في الدنيا يمشي كلمته عليكم. احنا صوتنا من نفخنا. صوتنا منين؟ من نفخنا. ايوه. ان ما حد يزقكم على غلط انتوا مش عايزين تعملوه؟ لا. ايوه. لان احنا خلاص النهارده يوم الاستقلال. ايوه. النهارده يوم الجلال. ايوه. كفايه بقى. مصر شالت فوق طاقتها ناس كتير. ايوه. الحقوها قبل ما يروح الفطير. ايوه. وتحيا يا ناس. تحيا مصر. تحيا يا ناس. تحيا مصر. تحيا يا ناس. تحيا مصر. نموت نموت ونحيا عندنا. نموت نموت ونحيا عندنا. وهيصة. هيصة. 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 عندنا هيصة. يا بنت التويل، هو انا كل ما الاقي راجل تطلعوا لي كده زي ما كنت وابي؟ يلا كيش حد وهي يلا بقى كيش ماشي فاكرين. يلا يا بنت خوري طلع امك تخن. زي ما قلت لك بقى نعمل كده. اسمعوا يا رجاله. ايوه. احنا هنروح نحوط على البلد كلتها. ايوه. عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليز الكلاب دول. الاولى. يلا بينا. يلا بينا يا رجاله. يلا بينا. شفتك وانت شفتك كنت بتوزع البنات صحباتك، يعني متوسع سكه كده عشان انت معجبه بيا، يعني حسيت انك معجبه بيا، فانا شايف ان العلاقه دي شويه اوفر، شويه سنه سخنطاته كده اوفر يعني. ايوه، هو مش بيقولوا ان في غراب بين اول لبحي؟ اسيوي في ايه؟ غراب بين اول لبحي؟ نبحي؟ ايوه. يلا قصدك من اول لبخه. انا يعني الرزبه اللي ورا دي. بس يا بيت بقول لك ايه؟ نبي عسل. انا اللي عايز اقول لك ان انت عسل نكرر. اه يعني خيوب علي، لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من دلوقتي. والله القلب بقى هنا دلوقتي. بين ساعة بشافك حدف يبين. يبين؟ ده ايه السحرات التلاتة اللي ورا دول؟ ايه دول؟ يوه. طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية؟ لا اوعي تقول على نفسك خدامة، لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا، وانت من الاحراز يا اتوه.
انا عارفه اسمك. والنبي ايوه. طب انا اسمي ايه؟ سليبي. ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي؟ لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي، يعني انا حد انت تقول لي سليبي يعني ها؟ اوبا ليه؟ اوبا ليه؟ والنبي عسل. لا انا اسمي الليمبي. لا بقدرش، لازم اقول لك سليبي، بقدرش اقول لك لبي، سليبي. ما عشان انت مهذبه. ايه؟ فتقول سليبي بدل لبي. ايوه كده. طب ما تيجي ده بص عاملين ازاي، ده غلس قوي. ايوه بس يا بنتي توهي ده غلس قوي. ايه؟ ما فيش هنا اي كفه شوب. كفه شوب؟ او ام زرال. في كوسه شوب او في زرال زرال؟ تقصد دروه؟ دروه؟ ليه وانا عليا احكام ولا ايه؟ بس ماشي دروه دروه يعني. وراه يا الله. والتبديل يا سليبي. سليبي؟ من التوحيد والنور. والنبي عندك حق، عشان كده وحدتني ونورتني. قال لي هو فين كفر التوحيد والنور دي؟ في مصر. مصر؟ ايوه. مصر بالدنيا. مصر بالدنيا؟ ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ما تعرفيش حد هنا اسمه هريسة؟ هريسة؟ ايه عليه احكام ولا ايه؟ اوعك تكون يقر زيهم. زي مين؟ زي الناس اللي عباله تضرب فيه ليل ونهار. تضرب فيه ليه؟ قال ايه؟ يعرف مكان كنز وابصر ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب لحد. الكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده. ايوه. وبالده اردب قبح وبالده بطين. ده بستلف بني بليب اشترى بيه حلوة طحينية. بلين؟ ايوه بلين وجاب بيه حلوة طحينية؟ ايوه. ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبلين؟ ايوه. امال ايه؟ واخد الكنز حجي قال ايه؟ لبى يظهر الكنز هيسدد واخد بغلبه فيه نزلوا فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ ايوه. ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك. هو عادي كان عشان خاطر يتعني. ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بينه، تلاقيه بديوم مش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه. 50؟ واضح ان الباب المره دي رماني عند محمد ابو سويلم. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا 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 بلاش سليبي دي بقى، يعني ارفع الكلفت. ها ارفع الكلفت بيني وبينك كده وشيل السين وخلي لبي بس، عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش. ما اقدرش، انت سليبي وهتفضل سليبي. يا بنت ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سليبي سليبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز بتأسسه؟ ايوه يا بنت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بنت بقى ايوه بقول لك في كنز، خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. دني شغالة هنا. كان صحيح حكاية الكنز يا ولاد؟ ايه يا بنت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سليبي. خديني انت بس عند الزرازير ها؟ ونروح نجيب الكنز. وناخد انا وانت بقى بين الحبايب وعيش بقى من الحته اللي بقينا دي. عيش يا بت هنغنغك. بصي هلبسك اللؤلؤ في بقى في كتب والمصحف هتاكلي اكل بقى. بس انت يلا خديني هناك. استبانة هاجي معاك. انا لا فضلي عيل ولا تقيل. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي
شكل كده يعني من واحدة عرف اسمها بلبوسة وواحدة تانية اسمها هند. وشك قريب منهم كيوت. وشك كيوت دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا دول مش اخوات، ده يعني حاجة هقول لك انا عليها في القريب اللي هنستعجل يعني عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليكي. انا قولي يا سليبي. ايوه. هو انت بالدرويش؟ بنورنيش ايه؟ درويش؟ درويش ليه؟ بتأخذنيش يعني يا سليبي، لبسك كده غريب، الجلابية والعبابة والجزبة. هذا أنا أصلا ده موضوع أنا حيطول شرحه، فأنا إيه عايز بس أنا معلش. بينفعش تدخل قصر الزرازير كده؟ إيه؟ أنا حجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ أيوة. متفهم إيه بقابك ده يا فتحية؟ على فكرة أنت لازم تعملي الحنية وهتخلصي. لازم يحصل فتحة في أي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع ده. تكسبتيش يا سليبي يا بنت، انت تكرهتني في السلبات. عاش زعمي. الناس دول عاش زعمي. الناس بترحب بك يا سليبي، انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا ولادهم، جيت انت ونجدتوهم. ده نحييهم يعني. عاش الزعيم. يا أيها الزعيم، لقد حررتنا وأكرمتني. صلاح الدين بعث من جديد. صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين. والزعيم حررنا من الإنجليز. العين لا ترى سواك. والقلب لا يعشق إلاك. وإيه النهاردة جمعة ولا إيه؟ النهاردة عيد ولازم نحتفل بيك. أيوة دخلك، بس انا اصلا عندي مشوار كده يعني، وفي بقين عايز انطرهم كده مع القطه يعني. ابدا والله لازم نحتفل بيك. ايوه زي ما اتفقنا يا رجاله. ايوه احنا هناخد الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمده. ايوه لازم نحتفل بيه. امال ايه؟ يحيى مصر. يحيى مصر. نموت ويحيى الليمبي. نموت ويحيى الليمبي. ايها المصريين الاحراز. ايوه المصريين الاحراز. ايوه وخذوا كل ولدنا من بطنات امهاتنا احرازا. ايوه من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور. والسبعه دي هي اللي احنا عايزينها لانهم خلوهم ضيق. هم دول اللي ينفعوا في الثوره. ايوه صحيح. مش كده ايه؟ لازم نتكلم في حاجه زي كده. ونتكلم في المرتبات بتاعتنا. احسنت. ما نسكتش على 15 قرش بس. ابدا. لازم يبقى مش اقل من 35 لتر. ايوه طبعا. حاجه مش المفروض كده. ايوه. امال ايه؟ انظروا للحنفيه. أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش. إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش ترعة؟ مفيش ترعة. ناشفة؟ الترعة جفت؟ يعني أنا لازم نجيب مية وترعة. أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت. طبعًا. واللي نعدي على الترعة لازم يبص على المالح. يعني يلع الترعة. ايوه حول على المالح. يلع الترعة 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 حول على المالح. بقي بيوجعني. انا لسه بيوجعني. بقي بيوجعني من مشي امبارح. يلع الترعة حول على المالح. رجلي بتوجعني. بقي بيوجعني. تقول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى، مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام، فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 يا
انتوا ايه؟ معلش كلام وده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. لا ومش كده وبس، تحس ان انت جلوط وانت في قلب كده. لازم نبقى مهزئين عشان بلدنا يتحط على دماغنا. مفيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ لا يا نعم كلامك صحيح. انتوا ما تستنوش النبي كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قلب الجلوط. ما يصحش طبعا. يلا بنت جرمش. يا دم عايز ايه يا بنت؟ انا فتحي. ايه ده؟ فتحي طب مش كده؟ طب قلت عشان اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه. ايوه واجب بره. اطور من الطينه. احنا مستنيين. والله زعيم. تعالى. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهزيق. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سيلبي الحاجات دي. سيلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ايوه. ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقيه. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ آه. طب ده انت لازبا ولابد تتغندع وتبنجي قدام اهل البلد كلمه. اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبده. زعبده؟ ايوه بلاه زعبده. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. آه. فهمتني؟ ايوه فهمتك. صحيح. وراء كل رجل عظيم لحنية. الله قولي يا سيلبي. ايوه. هي ايه اللحبية دي؟ عم تقولي لحبية لحبية، شكلك بتعكسني. يا بنت هو انا شادين بك الا اللحنية بتاعتك. سابع؟ سابع فين؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ اه ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بيك قد ايه؟ رأس وبغنى وبزيكة. أيوة. احنا نقعد نزغط بزغطه. اه طبعا هوا بقى وهو وترت ترت ترت اوبا ايرتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البت العبيط البت دي ولا ايه؟ بدك انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل. ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا راس حرسنا. ايوه يا راس حرسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة. يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقولك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير اللون دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار العمده غير هناك. لا 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 عمده لا، انا عايز حته تانيه متكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعت الغفير هناك، بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هخش اكل. انا هخش اغير كده. لا لا مش من مقامك. يلا يلا. لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى. لا زعيم الا انت. عند بدل انت ثقيل قوي. حبيبنا وحبيبنا يا بطل. حبيبنا 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 وحبيب البلد كلها. الله يخليك والله. حبيب البلد دي كلها والله. الله يخليك يا بطل. يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي ملى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغل العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضاربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. الخدمه الشريفه. البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله. احنا ضيفنا ده. سهيل على شيلك شيلك. حلوه. يا اخوي خبريه. هو احنا يعني مش قد المهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال. قول يا بطل. قول يا حبيب. قول يا مشرفنا. والله والله البطل ده ما يقعد الا في حال. هنا ايوه انت مش وش كده. يا علي 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 يا علي
تعالى يا لمي. أبو النبي ريحك أخف من ريح لنا. الله يخليك يا زعيمي. كفاية الله يخليك. مش أنا جنبي وجنب المأمور. تعال المأمور الباشا. جناب المأمور اتفضل. ده ظابط جديد؟ قديم كبير. أهلا وسهلا. اتفضل يا عمك. اتفضل نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك الله يخليك يا رب. البيض يا بنت. البيض يا بنت. البيض والذبايح والهبر والطعمية. أنا ما بحبش العجة يا عمدة. احنا نذبح لك نعام. نعام الله ربنا ينعم عليك. فين الزمر وفين التمر؟ أنا ما بحبش التمر. أنا أحبش التمر. لا 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 مش التمر الطبل. ما بحبش التمر أنا ما بحب. الناس عملتها ليه؟ شكلها كده والله. إيه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللعل بين. أيوه الرأس والمزاج والصهرلة. دوم يا مسيكي. ثاني. انت بص انت ما علاقه في وسط النواشي اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين. خلي بالك يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهضه القشطه دي. لا كله اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عاتب والله والله عاتب. عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ خزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري. ايه؟ هي مين دي اللي حلوه يعني؟ الليله. الليلة يا عمدي. ايوه ايوه الليلة. الله يحزك يا ما تدري. ما تروحي تشوفي الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدي. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكم يعني عايز اعمل ببيه. يعني ايه ببيه يا زعيم؟ ايه يعني ايه ببيه يا زعيم؟ ببيه يعني انا عايز اروح
عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف يعني انتوا بتعملوا بالبيت؟ خلاص وصلت عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحيه يا فتحيه انت يا بنت يا فتحيه وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام ها. ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنكم يا رجاله. اتفضل يا زعيم. وادي حلوان. امر يا عمده. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمده. حط في بطنك بطيخه صيفي. طب غرجتك ده يا فم. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة، هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو، قولي الأمر. أيوة أيوة يا شيخنا. لحنية يا فتحية. أنا أطلع لهريسة إزاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي هيسرقوها ولا ايه؟ دبانة ايه يا سليب؟ الديانة الديانة بتربصين له في كل حتة. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ تقولي لك انت السلب السلب اهو. اه ده من جنبه ده. ايوه هتطلع في بين في شبال. ايوه في بين ده في شبال في فوق في تحت في بطلة في البين في شبال في فوق. يلا 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 فتح. يلا فتحي يلا. وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمدة يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمدة. الصبر حلو وكل وقت وله اداء. واللمبي ده تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأداك يا هالي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ ده إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ ده أنا اللمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا برضو بلد الجدعنة والرجولة والأدب. اللمبي من السيدة زينب وعارف يعني ايه الاصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وما بيننا. ماشي سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ والنبي يا عم انا مش من سيدة زينب والله. يا رب ابوك يحبك. طب يعمل عمرة. طب يركب طعم دواسات. وحياة امك لاجيب اسمك بالمرور. لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بسلامي لاذبح جدي ووزع على البلد كلتي. عيب عليك يا راجل اختيش. هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابتدي فوق اهو. الكنز سليبي.
الله صل على النبي، اللهم صل على النبي. انت ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلامة. تمام، ده انا دغدغكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايز ان انا مش من المنطقة تضربوني؟ لا يا سليم. انا هتقوم معاك نوريك انت. يا انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سيليبي؟ والله فاكر يا فتحية، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقة مع حد فرديته بالبنية. انت احنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحية انا ولا حاجة؟ مش مهم، حمد لله على سلامتك ان شاء الله. هاني ده شرع بغير بعيد الشرع عليك يا فتحية. صدقي اول مرة حس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي حنية كده وودن يعني دنه. كل اللي بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا حد انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم، لا يخد بالك بزي. يا عم استنى، انت ما مش عارف التنين اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنك اكره داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبي، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغت، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرج ده يا رجاله. ده الراجل ده شكله اللي ضربني انا. ايوه دماغي كده فكرة. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما اعتقد، وإن كان العمه ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز أنا هخلص عليك. خبر يا حضرة العمدة؟ اهدي مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح. وأنا هعمل ايه بالعقل؟ أنا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدة، الكنز. وانت مال أمك؟ حد طلب منك رأيي؟ اخرس انت هلا حط بلغة في بقك. احنا يا عمدة جربنا معاها الشدة كتير وياما، يعني كانت عملت حاجة؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمد الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمة؟ ايوه حكمة. اخرس انت. طيب يعني عاوزني اعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمدة. اتسد يا بغل هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمدة انا بخاف منه. خاف يا نغة، افتح الباب يا خيخي. يلا يا شيخ. عاوز بالله مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هو بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه وفهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي
عشان يشنقوهم. كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الإنجليز على حساب أهل بلده ويبيعهم بالرخيص. الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني أهلي أهلي إيه دي؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف، ولما انت أعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني أعمى؟ أنا صحيح أعمى البصر، لكن انت أعمى القلب والبصيري. اصفخس عليك عمدة معفن، عمدة هزو. انت وأهلك اللي هدوء وعيلة وافية ولا عيوان. طخ الواد ده عيارين قاعدين الرمايه دي. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهوش كده يعني؟ يا تجده يا في امك. يمين بالله ثلاثه بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقه بكره قدام الناس في صلاه الجمعه. بكره الثلاث يا هريس. يا سيدي مشيها جمعه. وبعدين انا راجل اعمى، انا بحذركم إن ما قريتوا للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها. أنت والشيخ العرة دي هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان، استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان أحس بيها رقبة الكلب ده. سكينة إيه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس. سيبني يا في الشغل. صلي على النبي يا راجل، يلا بس تعالى. عليك وتفيق. الحمد لله الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكره دي. خليك على السلامه يا سعيد. سلام سلام عليك. على سلامتك يا ريم. الف سلام عليك. خليك انا خلاص تمام، محدش يجي تاني. انا خفيت، انا خفيت خلاص. بطلة يا اختي انتي وهي، يلا وعونا عرض كتافكو. يلا ماشي يا فتحي. يا سلامة يا اختي. يلا يا اختي. يا هلا واكبر اختي. شوية وفي برضو. والنبي يابا على ايه؟ على براد الشاي عشان اعمل كوبايه شاي لسيليبي. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروح اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شويه. ماشي. عيله متفهمه. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده. والنبي عسل يا بنت، ده انت بصي ده بصي فانيك، بحس ان في مصيص من الامل جاي. في ميه، كفايه ميه فتحيه. لازم ننزل الحراري. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عيل كان زمانه نزل وغرق دلوقتي وبيقولوا انقذوني. خلاص يا سيدي ببلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترب نفسك يا سيليبي. ماشي خلاص، قربي شويه كمان. حلو كده يا بنت بالراحه. العيله دي اب عامل نفسه نايم وكانه جاله غبوبه السكر، وام بتجيب الشام المزارع كينيا، وبنت قافزه على رجله. بتكسفني يا سيليبي. لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي، ايوه خليك معانا عم الحج وانت نايم كده. ها بس بقى، انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايم؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ ايوه. طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. بركه. ده كمين ده ولا ايه؟
اسمعيني بس يا مئة تدري الكلام اخد وعطى. انا حبلوز البيت اللي اسمها فتحية ديت كوعاء ليس الا تخلف الواد ويبقى باسمك. بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شانيه بقى حاكل من كلامك البكاش ده يا عمده. اني عارفاك اني خبزاك ووكلاك وهضماك. اطلع من دول يا عمده هشك بشك. ايه ده كله يا مي تدري ليه ده كله؟ الله، واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك العز والاملاك. بسم الله ما شاء الله اللي حوالينا وتحت يدنا والاراضي والمواشي دي كلها. هتروح لمين في الاخر؟ لاخويا ابن امي وابويا هيورثني، وهي دي صله الرحم. لا فلوسنا لا، ارضينا ما تخرجش برانا ابدا. يعني اني هبقى ام الواد وبورق رسمي مكتب الصحة في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلت ايه؟ موافقة. حلو، بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوقة. اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه يا دي علوان؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمدي اللي اهل البلد عملوه زعيم. اللمبي؟ واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطايا يا عمدي، بطاية البلد فتحية بنت حسان يا عمدي. يا فتحية ما تمت خدها اللبي وطار. يا اهلا يا زعمني. اتحشمي يا ولية وخش جوه. يلا خش جوه. عندتنا وحبيبنا. اهلا 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 والف مبروك. الله يبارك فيك. انا لقيتك اتاخرت، المفروض ان انت كنت تيجي تبارك لنا. ها وبعدين اتاخرت فقلت بقى لا، قلت لو حاجه جاي على هنا بقى انا والناس والمعازيم كلهم ونيجي بقى لنا. انت ابوها بقى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. احنا خلاص، احنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى اكل وعيش وملح وعيشه مع بعض. ده انا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ اللي بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوك كبير؟ اه. وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي. حط ايدك في ايده يا عمدي. قول وراي. لا انا عارفها دي. زوجتك نفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى لعبة وحشة من غيرك. تعالى بقى هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا.
الطعام ازاي؟ يا عرسنا ليلتك جميلة والكرم زايد، يا بنية حلوة وجميلة والغرام زايد، نقيت وجبت الأصيلة والأدب الأدب زايد. والدك وعمك وخالك يسو ناس ألوفات، سألت رب البرايا يحرسك من العين. الحر عند اللزوم تلقى وراه إلوفات، الدور ده لجل العريس مخصوص يا حبايب، الدور ده لجل العريس مخصوص يا حبايب، وهو دعانا لفرح وجينا يا حبايب. يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب، اشوف لكل الحبايب يوم فرح زايد. يا ليل خليك صاحي يا عريس ما تنامش، خليك صاحي يا عريس ما تنامش، الليله من عمرك ما تتعوضش، خد من العروسه يا جميل واديها، اشرب كاسات الفرح ولا تشبعش. بس العروسك تراويسيها في حضن قلبك دايما تلاقيها، عروسك تراويسيها في حضن قلبك دايما تلاقيها، سمي ومن عين الحسود ارقيها، سمي ومن عين الحسود ارقيها، بنت الاصول بالمال ما تتقدرش. صباحية بعد السلام قدم له ألف تحية، انجي أبوك من بدري في الصباحية بعد السلام قدم له ألف تحية. سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله ونعم بالله. قال لي يا بنت اللي في الحجاب دي مظبوط؟ يعني هواني أقدر أجيب حاجة للست المقتدرة، الست الكمل اللي عايشين بخير، اللي ما تكون حاجة مضمونة مجربها في نسوان ياما. حقا يا بنتي لو حصل هحللك بقي. انا حلاوتي رضاك عني يا ست الكل. انا هبقى ست الكل بصحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنه نسوان البلد اللي عايزين الحش. Thank you.
سيليبي. اصحى يا سيليبي. سيليبي. انا بنت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العواف. الله يعافيك. واحد ترى جسمه مكسر جامد قوي. انا اقول يا سيليب. طيب. لما افضل على الشغل بس. فداك يا سيليب. يمكن نزلت شويه. فداك يا سيليب. انا اقول هو اهدي. ايه؟ اهدي يا سيليب. هذا الدبانه بتاعت العيله الهرسيه اللي تثبت ان انا من عيله هرس الموروث. ايوه. ماشي. طب اقول لك ايه؟ انا هقوم اخد حمام وانت حضر الفطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شو ايه؟ ريقك. وانا حفطر ولا هعمل جريمه تتل؟ ما بدش الأوضة بس اصلا كنز شوية فانا مش واخد على كده. ماشي. انا ان كان علي اجيب لك شوية فاكهة يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجة. بوز او بانجة؟ ايه؟ يا بنت المطعم انت عارفة انت عسل غير ما عشان ده. يلا قوم وانا احضر لك شويه فطير على شويه عسل على شويه بيض على شويه جبنه. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه بقول لك ايه؟ ايه يا سيليب؟ لا تجيب يا سيليب. يا بنت انت ما انت يا بنت ما يا سيليب. يا بنت انت ما انت ما يا سيليب. ايه ده؟ كسفتني يا بنت حمود. ايه؟ عادي عادي هنا عادي ذوق برجلي. اذوق؟ اسحب ولا ذوق؟ ده ذوق ولا ذوق برجلي؟ ايوه ذوقي ذوقي يا بنت. ايوه. بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات عيلة تيها تيها اولاد الحلال. بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات الحلوه خوخه خوخي خوخي جنب بعض دوخه دوخي دوخي الحلوه خوخه خوخي جنب بعض دوخه واللي لقيها للقيها يطلب لها بالحال. ولا أبوك بيك. يوجدك ايه يا سليم؟ الدو الجبنة دي شفت لد بالهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وبيأكل. أباليه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليم بي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفة يا سليب. هاتلي التسكتة من على البلاص. تسكتي؟ يلا. يا سليب بي. ايوه. يا ده هات التسكتة يا بنت. هاتي يا سليب يا اختي عليكم على جمال. ايوه كده. قمر. ايوه مظبوطة في النص ها. ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليم بي. عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بنت جوه. قوم يا بنت جوه يلا. يلا انت جوه. كلام الفاضي ده. عايز ايه يا عم عدوان؟ مش انا اللي عايز، جناب العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت مهاليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي. يا عم ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده، ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي، قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. لا انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده عيب. طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي. امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه. انا كده وش صريح يعني.
طب يا سلمبي خد البيضة وقول له ان انا جاي في دينك. ما تتأخرش والنبي يا سلمبي. لا والله تعبص في دينك هتلاقيني على طول. ما تجيبليش التحذير يا سلمبي. عيل يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيبلك تحذير تاني. يلا روح انت انا جاي. خلاص يا سلمبي اكيد فوتك بعافية. مع الف سخرارة. مع السلامة. اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. جرس توحى اخرج يا سلبي. تعال يا بنت تعال. كان عايزك في ايه العبد ده على الصبح؟ انت بتصنط عليا يا بنت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ بتأخذني. ده كان عايزني كده وانا بعدين ابقى اروح في وقت تاني مش مهم يتحرق يولع. ليه؟ بشتة يا سلبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده نسيت موضوع الكنز ده. العسل والشهد المكرر ده نساني كل حاجة. يا سلبي احنا في الصباحين. ايوه يا بنتي. شفت امبارح كانت عاملة ازاي الليلة؟ شفت النطة اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتيه؟ عشان اوريك انا مرجعها اوريك النمرة تانية. طب يلا روح له بسرعة. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استأذننا عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. بلاش نفهم في الأصول. بلك أنت العبد دي بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. هي اللحمة الحبرة أنا عارفها هي فين؟ في المريخين عندك جوه، هي اللي قافلة كل الحروب دي. يا سلبي بتكلم بالو كلابي. لا بلوش، كلابك بلوش حاجة خالص. أنا هروح له بقى ها؟ يلا روح. وأنت جهزي نفسك. هدعيلك. اعملي أكاوي. وكوارع. هتلاقيني نازل من لمة. ده انت هتتعطي يا سلبي. يلا قوم. روح ليه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سلبي. ويخليك لنا يا حضرة العبد. ويوفقك يا سلبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سلبي وترجعلي بالسلامة يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سلبي. يا رب يا سليب. يلا يا سليب. يلا يلا يلا. يعني ايه؟ يعني ايه يا عمدة انت عايزني ان انا اطلق مراتي؟ على اساس ان جالك خبر ان الليمب اتقلب من زوديك في الطيارة؟ ولا ايه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. أنا منافق. أنت منافق أنت. بمنخرين أنت. ما تخلص يا قال احنا هنقضيها بقى محايلة عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص ما ترمي من الطلعه يا والي. الله مش هطلع انا يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا انت بوعك ده في شر مين ده ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه؟ طيب يمين بالله لو ما خلصت لما اخذ دراعك بس يا جنب المامور لا اكون مفرغ الفرفل ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه توقف عنك وما تشتغلش. طلع ربنا يتقبل مني يا اخويا ويبتليك بمرضي يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني. ايوه انت ايه؟ ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا قول ايه؟ زوجاتي فتحية بنت حسان طالق مني. ربنا يتقبل منك يا عمدة بحاجة. يلا 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 حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمدة. خذ من الحق ربنا يكفر وشه وكفه وانصره بجد حسبنا
انا وانا من وكيل فيك. دي جازي شطانك يا بنتي يا قادر. ايه ماني لازم انا اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. تحصلي بيه عشا بابليس في الجنه. اخصى عليكي. فتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه، خليكم كده على بعض. بقول لك يا بنتي يا فتحيه، ما عندوش ابن عم، ابن خال، اخ، ده انا حبيبتك. لا يا اختي بقطع بيت شجر. ايه طب خليه يشوف لنا ثلاثة فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انتي وهي. هكلبه لكم بس على شرط يكون شبهه، كلامه سكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط، حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. انا عرفت الفتاه. رايح فين يا سليب؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص، يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كف الله الشر؟ انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليله الدخله؟ امبارح كنت تحليلي انما النهارده ما تحليليش. تحليليش؟ بالك يا سليبي. العمدة طلعني منك يا حبتي. وطلعتني؟ أنا قلت حتى تهدي بالسلاح. يلاوي عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بنواري. يلاوي يا بشفتك يا فتحي، يا فضحتك يا بنتي يا فتحي. والله أنا وافقت بس كده يعني نستنى بس وافقت عشان هو عشان أنا أفكر بعد كده هعمل إيه. أنا بقى مش هسكت والمصعب ده هسكت بقى. انا هوقع في البلد دي، انا هقطع الشجر بتاعه واسد واسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وش يا حمزه وريني شكلك عامل ازاي. يا علي تعالى انت لسه عندك تعمل ايه يا علي؟ انا كنت بمدح على بتاع العيش. ايه؟ لا غور يلا حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي اللي حاسبك بالطوب. يلا يا مجنون غور يا علي يا مجنون. ايه يا قمر ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك اكل. ما تخشي جوه. اخش فين يا عبد؟ خشي جوه معلطي نفسك كده وجهزي ها وتغندري وجهزي لليله بتاعتك دي. ليلتك ليلتي يا عروسه. قمر يا ناس قمر قمر البنت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار. وكأن القيامه هتقوم يا رجاله. يطلقكم مراتك بالقوه. حق بطرده واسمعودي. طب ايه يا عم الحاجه؟ وانت كنت شويه مقضيها لي الغاز اللي بالطنوه ده وحلقوه ده. انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار. خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد. انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده. والله العظيم هفرقكم على العمده ده. هخلي وجه الارض كله يتفرج عليه ويبقى مرنطه كده في قلب الارض. هتشوفوا. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف اللمبي هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجمنا وحسن ابو خد كبير. ونيجي نطربعها بقى عليها هنا في قلب الليل. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيدة زينب؟ لا حول الله يا رب، الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجه تطخوا عيارين
تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ ايوه. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين النهارده؟ بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي؟ اعلانات؟ ما دي الله 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 الحياة والخشة يا رفيق معاه وقفة ترجفي للمرجوز صد ما بتترجفي ليش أنا هو أنت خطيبي؟ طب هو حبيبي شيخت رنة وبندقية معمرة بنت تمد يا بنت هو هرقص له واحب اللي بالي يا ما تخلاش يقدر اللي بمرة بتقولي أحيي بتقولي أحيي مال فين الزفة يا ولد؟ إيه يا بلد؟ مش هتزفوني ولا إيه؟ بيان هام مش عايز اسمع هسه دبت نمله زقزقت عصفوره ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقره تنعر خصوصا في الليله المفترجه دي فاهمين يا حوش هو فيها الحوش يا عمدي انت الحوش يا غبي بطايه فاهم يا عمده فاهم غرجتك ده يا فمك نور يا الله انت يا اختي بتتحسوك ليه يا بنت انت يا روح امك انت مش قلت لك تخلصي من زمان حاضر يا عمدي يا اخويا ها انا عايزه ايه لا لا صحيح في ايه يعني تعالى يا عمدي وطي صوتك طيب على ايه ايه بلمي عند الماء بالراحه خير يا نور عيني خير يا راجل مالك في ايه لا لا اصل الزفه خلصت وانت كلك نظر يعني بعد الزفه ايه الاجراءات يعني انت يا راجل مش زفيت وتزفت وتنيلت بستين نيله في ايه تاني واني يعني حجيب العيل بالزفه بس اياك احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليله الدخله دي تقضيها معايا يعني حصل ايه اللي جد ما جدش سيبيني والنبي اخرج بس تعالى هنا اهو قدامي على السرير فين اطلع السرير حاضر يا بنت ادري حاضر نعم اهو وطي اللمضه يا عمدي ليه هي غارق وطي اللمضه حاضر يا بنت ادري ايه العجلبيتك يا عمدة؟ سر الشر يا مقتدر ايه العجلبية يا عمدة؟ نامي لوحدك يا عني العمدة مرضه مني الليلة ده ما بيستغناش عني ابدا ومن نجمة تقومي يا بيت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بيت تنضفي الدار العروسة قال والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي يا حبيبتي في الحياة سليبي يا حبيبتي حبيبتي يا طلحة ايه رأيك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سليبي الحمد لله أخيرنا فتحية القدر جنع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي أخيرا
خيانة سبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حضرت فتحي أنا. قول قول يا عيني. أنا. إيه. أنا جعان أوي. يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوا. تعال شوف تعال شوف أكل العروسة. الأكل بينادي أكاله. كل. ما تحبيش يبري. الحمد لله. ربنا بيقطع من هنا وبيمسل من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهيب ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فين؟ انا رحت بينك والكنز راح كمان. لا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو. هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليب؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمة واقول نعت واروح واخد برضه متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي. هو ده كنز. يا بصرتي يا بصرتي يا فتحي نهار كزوز يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصرتي. بتحديني يا بنت يا بنت. مش انا اضحي بك عشان حمامة ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات يمكن اربع حمامات اغير رأيي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه فتحي. انا سألت واستقصصت. ها سألت واستقصصت على علاقة احنا الاثنين. المفروض ان احنا نتجوزون بعد من سنين او من زمان او يعني من يومين. فاحنا مفيش. انت تحلي لي دلوقتي يا بت. انت تحلي لي. والجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني انا دلوقتي عايزه يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايفه ده كده. ده انا هقوم ده انا هموت. ايه ده؟ ايه ده؟ يا حرام. انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت برا. اتكن ونام. والله سمعت صوت برا. بقول لك نام احسن من النجم انزل على المركز وابيع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى. لا صاحي طبعا. خلا حضرت العمده وهاتك عايز اتنين لبن ده حليب ومعهم بقسمتين وخيارة. خيارة؟ ايوه داري اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سليبي. صباح الخير يا تروحة. حتك بقى زودت الاوردر عشان قدر صحي تعب المرة تفطر معانا. انا عارف انه ده راست اوردر اهو. اطلب بقى انت عايزة ايه؟ انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طلب مني شايبة حليب وقصوطين وخيارة. انما القته عليا لي داني حصرب من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. ايه ده تعمل ايه؟ اثبت محلك.
انت بتتكلم مع مراتي. مراتي وانت واخدها مني غصبانية، ومن ساعة ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي. يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركة يا عريس، صباح يا بركة يا عمدي، اصحى يا عمدي. يبقى اللي جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شوية. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رأيي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي، ها، وتقول لهم مشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار، انت بقيت بتعوم في قلب العار، نطلق كلك على بعضك كده عار في عار. كفاية كده يا سليبي، الراجل ده برضه في بقابة ابويا. شايف انا نعمة اصيلة البت دي والله، بصون العيش والملح والله. بحبك يا سليبي. وانا يا بنتي انا موت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيب بوته بقى. يبقى يا سليبي. هذا الموقف بيسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح، اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى، مش كفايه عسل باقي؟ هل رايح وراجع، ما تتحركش. انا هرجع فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. تخاف ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي، انا مش فاضي. انا ايه ده؟ بيتك وده مطرحك ودي مراتك وحنا حراضيك وهنسويه وحراضيك والله. بس اصبر عليا، بس راجع لك. حضرتك وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. ده عمل لي حنوبه على صدري. انا عقبال ما استنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سليبي. يا بنت نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص، لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سليبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شاهد التربه ده والجلابيه. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيا مباركه يا عمده. خليك قفشه قفشه جن، خليك قفشه جن. استني هنكفي على وشي يا سيدي. كده حلو قوي. بسرعه. اللي جابك الحته دي هنا؟ مش عارف انت جاي ليه. بسرعه يا سليم، زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه، بس يلا تعالى اركب وخلاص. حاضر حاضر يلا. انا مهلك على مهلك يا سليم. طب اخبي وشك يا سليم. اخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي، يا فضحتك يا عمدي. يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي. يا عمدي يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي. ايه يا ابني احمر انت بتتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي. يا نهار مش فايت. وانجلت واتنفخت. مش العمدة اللي يلبس الخدود، ايه ده اللي اولع فيكم كلكم وفي البلد وفي الكل كليلة. ايوه انا عارف، الفلاحين هم اللي اول واد الجربوع اللي اسمه لمبي. اسمع يا جلاب المامور. اؤمر يا عمدة. الفلاحين دي لازم تتربى ويتعلموا الادب. نربيهم ونأدبهم يا عمدة. انت ادعي الواد. ايوه كلامك. يقفلوا عليهم الهويس وعطشوا الزرع وبوروا نار. حاضر جنابك يا عمدي. يسلم فمك يا عمدي. العين بالعين والسن بالسن والبعد اظلم. يلا يا حيوان انت اتحرك، خد الغفر وروحه. عايز اشفي غنيني. لازم تهدى يا عمدي، انت لسه عامل فتاة. عرقك هيضيع منك يا راجل. مالكش دعوة بعيني. الواد اللي اسمه الليمبي ضيع علينا الفطار. سيبوني دلوقتي، مش عايز حد. اتفضلوا بقى اخرجوا بره كلكم. يلا بقى، عايز اقعد لوحدي يا ناس، عايز اقعد لوحدي. يا سوادي يما، يا سوادي يا اختي. Thank you.
هنعمل ايه؟ قفل علينا الهويس ومنع عننا الميه اللي فيها لقمتني. طب هنقول ايه؟ انا ما عنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل. في حد عنده حاجه تانية يقول ايه؟ لا والله يا اخويا ما كانش ينعز، بس ادينا قاعدين اما نشوف اخرتها. ما هو احنا لازم نعمل حاجه، مش لازم نسكت على الظلم ده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا محضر له دعوه تشله في مكانه. قولوا امين. امين يا رب. ايوه كده، عشان دي كلنا كلمه. طب واخرتها يا رجاله؟ سبحان الله يا سليب، بالكاركه جايه في بعدها. اما ده كل حاجه مدروسه ومتخططه. احنا في ظهرك يا زعيمنا لحد ما تخلصنا من الاتفاق اللي بيننا وبينك. أيوة. اتفاق ايه يا سليب؟ انا عارف. بعدين انا كل اللي حصل بينه وبينه انه قعد معايا وقال ان انت هتحرر البلد. قلت له خلاص احررها. وانا يعني احررها؟ يعني هتعمل ايه يعني؟ انا عارف. هو الراجل ده اصلا بلوش، ما بفهمش الراجل ده. مش كتر خيره ده، بدك بتقول له بوشاكرين. هو ده ايه؟ بوشاكرين. بوشاكرين؟ ايوه. وده قاله انت؟ بوشاكرين. العفو. خلاص ريحت لحميتك؟ ايوه. الناس قاعدة كده ليه؟ مش عارفة يا سليب. أما الناس بتسوق الجمعة ولا إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام. وأنت فين يا راجل؟ منو؟ تعالى انجدني. اطمنوا يا رجالة، اطمنوا. زي ما الزعيم الليمبي حررنا من الاحتلال الخارجي، ان شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي. يا صلاة النبي. حلاوه النبي، حلاوه النبي. انا منكم منكم منكم. هو دي البطل اللي بيجي في الوقت المناسب. ايوه. بعدين يا رجالي لازم نمشي ورا زعيمنا. تعالوا ادروا شويه الكئيبه. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عندنا حلين ما لهمش تالت. قول. ان احنا ندعي عليه ونشله ويجي له كساح وحصبه، يا اما تتصرف مع العمده وجبروته تقفل عليه.